وفيك اكيد القطار المغربي كيبقى هو الزيت التقليدي ديالنا وكيعجبنا نلبسوه في المهرجان ديال مراكش. كذلك المشاركه ديالك في المهرجان ديال مراكش تقول عليها بعد غياب ديال عامين؟ المشاركه مزيانه، كنشوفوا الزملاء ديالنا، كنشوفوا افلام، واخا انني ما غاديش نبقى بزاف، غادي نمشي بحالي غدا ان شاء الله. غير هو مزيان بعد هاد القطيعه ديال كوفيد، حتى النفسيه ديال الانسان كترتاح ملي كتشوف المهرجانات بداو في البلاد وداك الشيء، كنرتاح شويه نفسيا. انت الحياه السياسيه شويه بعدات كفي على الحفله؟ بعدات اكيد بعدات، لان راه كنت كتعرفي كنشتغل الاسبوع كله، ما عنديش الوقت شويه للفن. شنو غيرات فيك الحياه السياسيه؟ ما غيرات في حتى شي حاجه، غير هو مسؤوليه شويه اكثر، فهمتي؟ لانك كتفكري في مسؤوليه، خصوصا انا نائبه برلمانية عن جهه سوس، على واحد الجهه ديالي اللي كنحماق عليها، على الناس ديال الدواوير اللي دائما حياتي كلها كان عندي هذا الحلم، انا واحد النهار نوصل يعني الصوت ديالهم.